الفاصل الأخير وعندنا ملفين فاضلين. نبدأ بملف الطاقة وملف الوقود. الرئيس قال أن الإنجاز 75% من المستهدف، واتكلم على ضبط عصابات، واتكلم أيضا عن تحقيق في أو إنجاز في أنبوبة البوتاجاز 85%، وتوفير يعني نسبة كبيرة من المطلوب، لكن اتكلم على فساد كبير في قطاع الطاقة وفي سرقة دعم الطاقة في منتصف الطريق. سيادة اللواء، هذا كلام حقيقي 100% ما قاله الرئيس. الوقود مشكلة كبيرة جدا عندنا، نحن نستورد 50% من الوقود الذي يلزم لنا. الغاز الذي ننتجه بالكاد يكفي الكهرباء وقد لا يكفي. البوتاجاز نستورد 50%، المازوت نستورد، السولر نستورد. هذا الاستيراد يلزمه توفير موارد مالية. نحن نعاني من أزمة اقتصادية، التدفقات المالية وخصوصا في العملة الصعبة لدينا ليست منتظمة. بتيجي المراكب تقف في الميناء ولا تفرغ الوقود المستورد إلا بعد أن تقبض كاش. هذا الكاش أحيانا ما يكونش موجود. على ما يتم تدبير هذا الكاش بنقعد يومين أو ثلاثة تكون الأزمة قد اشتعلت. أول ما يجي الكاش وناخد نبتدي نفك هذه الأزمة. كان لابد من الحل. الحل إن احنا نشكل احتياطيات تقعد مثلا 7-8-10 أيام، بشرط ان احنا لما ما نقدرش ندفع فورا نستخدم هذه الاحتياطيات، وهذا ما تم الان. انا بقول لحضرتك دلوقتي واحنا قاعدين ان ازمه الوقود انتهت حاليا، وان شاء الله لن تعود مره اخرى. احنا شكلنا هذه الاحتياطيات فعلا، تلمسي ذلك من مرورك على الطرق الان وامام محطات البنزين، وانا جاي عندك وانا مسافر وانا رايح وانا جاي، ما بقاش فيه الطوابير الموجوده على محطات البنزين والسولار. علاوه على ذلك ما قاله الرئيس من فساد قطاع الوقود، فيه فساد كبير جدا من زمان وما زلنا نحارب هذا الفساد. في موظفين كبار في المؤسسات البترولية فاسدين، في محطات بنزين وسولر كاملة فاسدة، في ناس بتاخد الوقود وتهربوا بره عن طريق البحر من المنزلة ومن البرولس ومن ومن ومن. هذا بنقاومه. يبقى نحن بنقاوم فساد وبنقاوم أزمة اقتصادية خانقة، ورغم ذلك وفرت الدولة موارد مالية عشان تحقق احتياطي من الوقود لا يعيد هذه الأزمة تاني. الرئيس لما قال 85% احنا كنا جمعنا كل الوقود اللي وفرناه طول شهر سبتمبر وقسمناه على عدد الأيام عشان نحسب المعدل اللي جبناه في اليوم، وطلع ان ده يساوي 85% او 80% مما يجب توفيره، لكن ما كانش منتظم، وعشان كده الأزمة كانت اون اند اوف رايحة وجاية. أستاذ عبد الحليم، قبل بس ما أبدأ ممكن أخد اتصال أتفضل. من السيد وزير البترول المهندس أتفضل. أسامة كمال. سيد الوزير مساء الخير يا فندم. الخير استاذ لميس، ازيك؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم اتفضل. انا بس في مكان ما فيهوش تلفزيون، انا مش عارف مين اللي موجود. لا انا معايا سياده الوزير احمد زكي عبدين، ومعايا الاستاذ عبد الحليم انديل ايضا، طبعا رئيس تحرير جريده صوت الامه. اهلا بحضراتكم، انا بمس عليكم. انا الحقيقه راجع من الشغل دلوقتي في العربيه، ففي ناس كتير كلموني وقالوا لي ان في حاجه نازله على النيوز بار بتتكلم عن قطع امدادات الغاز او المازوت حاجه كده عن محطات كهرباء. بس عايز طيب يا ريت توضح لنا ده، يعني هو كان الحوار كان من الامس، يعني الخبر ان وزاره البترول كانت ارسلت خطاب الى وزاره الكهرباء قالت انها هتقطع امدادات المازوت عن محطه الكريمات، هو ده كان الخبر من الامس، اتفضل يا فندم. هو الحقيقه ان يعني انا شغال 48 ساعه ورا بعض كده كاملين، فبس الساعه 4:30 كان في معانا اجتماع مع السيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والساده معاونيه والاخوه المعاونين في وزاره البترول. هذا الاجتماع الحقيقه اجتماع روتيني، ويمكن عملنا زيه اجتماعين قبل كده مع سياده اللواء احمد زكي عبدين عشان خاطر احتياجات المناطق من الكهرباء ايام ازمه الكهرباء. هذا الاجتماع بنعمله حضرتك علشان خاطر التنسيق ما بين قطاعات الدولة المختلفة المطلوب منها تأمين احتياجات البلاد من الطاقة في مجال الكهرباء تحديدا. طبعا احنا داخلين على موسم شتاء وفي مناطق بيحصل فيها سيول، فكان هذا الاجتماع اصلا معمول علشان خاطر تأمين المناطق اللي فيها سيول، ورجعنا مع بعض قيادات الوزارتين وزارة الكهرباء ووزارة البترول شجرة توزيع المنتجات على محطات الكهرباء، ايه اللي بيوصل له غاز، ايه اللي بيوصل له مازوت، وايه اللي لو حصل سيول في منطقه معينه وايه المازوت اللي المفروض يروح ما راحش، نعمل ايه بديل ونكون قد ايه احتياطي. والحقيقه انا سالتهم، يا جماعه في حد طلع خبر
يقول في نقص امدادات غاز او نقص امدادات مازوت او توقف مازوت. قالوا الحقيقه انه دي اخبار ما بتطلعش مننا بهذه الطريقه، ولكن بعض يعني اجهزه الاعلام او الاجهزه او الصحافه يعني لم يحدث ان وزاره الكهرباء عفوا وزاره البترول ارسلت خطاب لوزاره الكهرباء بتوقيف او ايقاف امدادها بمازوت. اشرح لحضرتك بس الموضوع. طب بس في عجاله يا سياده الوزير والنبي عشان يا ريت. حاضر. هو احنا بيحصل خط الصعيد اللي بيودي منتجات ده شغال خط تبادلي ما بين محطة الكريمات وإمداد الصعيد بالمنتجات. هذا الخط شغال على كده بقاله سنين، بيشتغل كده خمس أيام وكده خمس أيام. فده شيء ما هواش جديد، ولكن هو شيء روتيني يحدث. أنا بس بنطمن الناس ما فيش حاجة اسمها وقف إمدادات عن محطات الكهرباء بالذات. محطات الكهرباء تعمل بالغاز كوقود أساسي وندبر لها احتياطات من السولار والمازوت كوقود احتياطي لحالة نقص ضغط الغاز في بعض المناطق. بس احنا بنطمن الناس. ده كلام واضح. محتاج يتشال من على التتر بعد اذن حضرتك. حاضر. عامل بانك في الشارع. لا حاضر. هو الحقيقه ان في انقطاع في الكهرباء في عدد من المناطق النهارده، وده الناس فصلته ان محطه الكريمات، ودي اخبار خرجت مش من مصدر رسمي، لكن في اخبار توترت ان محطه الكريمات ستخرج من الخدمه لان هي ما جالهاش مازوت. يعني شوفي حضرتك انت بتقولي ايه ستخرج من الخدمه؟ لا انا الحقيقه الخبر عندي مش مدقق فما اقدرش ان انا اقوله بشكل دقيق. متشكر يا مدام لمين. اشكرك سياده الوزير اسامه كمال وزير البترول. بعتذر استاذ عبد الحليم، اتفضل. يعني بالنسبه للملفات الثلاث السابقه، المرور، الامن، النظافه، كما قلنا هي مش محتاجه فلوس، هي محتاجه ضبط اداري في ظل جهاز اداري يسوده الترهل والفساد يعني المتعاقب عصورا. يعني النقطتين البقيتين المتعلقتان بالطاقه والعيش، الحقيقه ما لهمش علاقه فقط بترهل النظام الإداري، وإن كان ترهل النظام الإداري في فساده يؤثر في بعض التفاعلات من نوع ضبط قضايا وكذا، وهذا فولكلور موجود طول الوقت، يعني ضبط ناس خدوا بنزين، ضبط ناس خدوا سولار، ضبط، ده فولكلور موجود. لكن جوهر المشكلة في نمط الاقتصاد الموجود، مش في تصور إمكانية حل هذه المشكلات بأن احنا نسحب من الرصيد النقدي عشان نوفر يوم بيوم. في مشكلة تتعلق بنمط الاقتصاد الموجود. يعني مثلا اولا مش قطع الكهرباء بس، بمناسبه حديثك مع السيد الوزير عن قطع الكهرباء، في حاجه اسمها انقطاع الميه، وده شيء جديد خارق للعاده. يعني انا كنت المعارض الاول لحسن مبارك، وبديهي ان انا مش هدلوش بشيء غير حقيقي. انا قاعد في المكان في الهرم من 20 سنه ما انقطعتش الميه بصوره شبه منتظمه عندي الا في الميت يوم الاخيره، وعندي ولادي ايضا مقيمين على مقربه مني. في اضافات في انجازات تخص الرئيس مورسي، يعني في قطع الميه اضافه لقطع الكهرباء. لكن المشكلة الجوهرية الحقيقة في نمط الاقتصاد، بمعنى احنا بنتكلم عن اصلاح اقتصادي يقود الى خراب اقتصادي، بنتكلم تاني عن فكرة الربط بصندوق النقد الدولي، بنتكلم عن تركة من التعاملات مع شركات البترول في مصر اعطتها انصبة كبيرة جدا واعطت للدولة نصيبا صغيرا، فضلنا نتنازل عن نصيب الدولة مقابل المشتقات البترولية اللي بناخدها بنزين وغيره وغيره، لحد تقريبا ما تراكمت علينا ديون 6 مليارات دولار بتوقف السفن في عرض البحر وتشترط التسديد. انت في وضع بتعيد انتاج المشكله ذاتها، فلذلك تجد اياما تهدأ الحاله حين يتوفر واياما تزيد. والنهارده في طوابير على محطات البنزين، مش مفيش طوابير. لكن اللي عاوز اقوله ان مش قضيه ان يغطبر. النهارده مثلا البوتاجاز، احنا بنتكلم عن البنزين والسولار والبوتاجاز، البوتاجاز في كثير من المحافظات وصل الى 90 جنيه. طب هل مش تؤيد 25 هل جنيه. تؤيد فانا اللي اؤيده عشان بس ما نناقش المشكله بصوره يعني منزوعه من سياقها. ما ينفعش دي قضيه اقتصاديه في الاساس، محتاجه فلوس. هنا محتاجه بقى فلوس الدعم، وهل يمكن فلوس. ان يخفض الدعم؟ فهنا الفلوس تيجي منين؟ اولا تدور نفس الحلول في نفس دائره الحلول اللي كانت مطروحه من قبل. الدعم لا يصل الى مستحقيه، وصحيح كيف يصل الدعم المستحقيه؟ نعمل بطاقات، نعمل مش عارف كروت ذكيه الى اخره، نفس الفولكلور اللي ظللنا ندور فيه طويلا. مين اللي هيعمل الكروت الذكيه؟ نفس الاداره، البديل، نفس الاداره الفاشله. البديل ببساطه لابد ان نفكر في اقتصاد اخر، نمره واحد. يعني بدل ما احنا بنتبنى اقتصاد قايم في جوهره على فكره يسرقونا ويشحتوا علينا، نتبنى اقتصاد قايم على نظام ضريبي عادل. كل الدول اللي زارها الرئيس مورسي من الصين لبلجيكا لامريكا تعرف نظاما اسمه نظام الضريبه التصاعديه. لو طبق نظام الضريبه التصاعديه في مصر المنقسمه بحده بين اغنى طبقه وافقر شعب، لا
كفانا مذلة السؤال ولو وفر 100 ضعف قرض صندوق النقد الدولي. هنا قضية اختيار اجتماعي واقتصادي، مش قضية فنية، مش قضية تتعلق بجهد وزير ولا جهد غفير، تتعلق باختيار اقتصادي ومن يخدم الحكم. الشاهد انه كما كان الحكم السابق يخدم رأسمالية المحاسيب، وده تعبير علمي من تعبيرات البنك الدولي، الحكم اللاحق ايضا يخدم رأسمالية المحاسيب مع تغير في تقديم احمد عز في هذه الحاله او تقديم حسن مالك في الحاله الجديده على تشكيل الفريق. ده جوهر الازمه. هو بيتكلم على القضيه الاقتصاديه. اما الكلام طيب عن انه والله في محطه وفيش محطه، ده كلام الحقيقه احنا مضطرين طيب. الحقيقه احنا مضطرين للتعامل على الشورت تيرم واللونج تيرم، على المدى القصير والمدى البعيد. نتكلم على الشورت تيرم. المدى البعيد اللي هو حل الازمه الاقتصاديه، واي هو النظام الاقتصادي اللي هيمشي في هذا البلد، واسلوب الضرائب واسلوب دعم الاقتصاد، هذا حديث في المدى المتوسط والبعيد. لكن لما يكون النهاردة عندنا أزمة بوتاجاز اليوم، لابد أن نعمل على حلها اليوم. فإحنا بنعمل على حلها اليوم، إحنا بنستورد البوتاجاز وبندفع ثمنه وبنوفر الفلوس. الخبز يبقى ده الملف الأخير. نيجي للخبز. طول المدة اللي فاتت وقبل المئة يوم لم يكن هناك أزمة في الخبز، ولكن كان أزمة في نوعية الخبز وأسلوب توزيع الخبز، لأن الدقيق الموجود زي ما هو زاد زيادة بسيطة جداً عشان نواجه طلبات بعض المحافظات. وقبل وانا محافظ وقبل ما ابقى وزير لم يكن لدي اي مشكله بالخبز، لان احنا عملنا نظام كويس اسمه فصل الانتاج عن التوزيع. الدقيق بيروح للفرن ونحن نستلم منه عدد من الارغفه يساوي الدقيق اللي هو خده، وبنوزع ده بطرق مختلفه تختلف من محافظه الى اخرى ومن قريه الى اخرى. وهذا النجاح يعتمد على مهاره الجهة التي توزع الخبز. لم يرصد طوال المدة اللي فاتت أزمة حقيقية في الخبز في أي محافظة من المحافظات، والخبز معدله كويس جدا، ولكن كان في مشكلة في نوعية الخبز، وبدأنا نضغط على المحافظات والمسؤولين عشان يعملوا مخالفات شديدة وغلق للأفران التي لا تنفذ الخبز بمواصفات جيدة. أنا بقول أهو ومتأكد أنه ليس هناك أزمة في الخبز في مصر في الآن. في توفره، لكن في نوعه، في توفره ما فيش أزمة خالص، وفي نوعيته بدأنا نتغلب على هذا السوء في الخبز وفي نوعيته، الحمد لله. أستاذ عبد الحليم، يعني أولا أزمة الخبز لم تكن مشتعلة، يعني ما كانش يمكن الحديث عن وجود أزمة حتى في عز أيام الثورة المصرية ولا حتى من قبل. لكن المشكلة الأساسية كانت في حاجات. أولا في نوعية الخبز، وما زالت فكرة رداءة نوعية الخبز قائمة. في اثنين، في طوابير العيش التي يتقاتل فيها الناس ويسقطون شهداء. يعني في أكثر من شهر خلال فترة المئة يوم سقط بمعدل شهريا 7 قتلى في طوابير العيش والسباق على من يتقدم وإلى آخره. طوابير البوتاجاز وطوابير العيش إضافة لزحام المرور الحقيقة سد عين الشمس على المصريين. كلمات أخيرة بقى ولا معانا اتصالات الهاتفية؟ مين معانا على التليفون؟ طيب حتى يكون معانا عدد من الاتصالات الهاتفية. إذن في عجالة بقى، في كلمات أخيرة. نحن حكومة وطنية تنفذ برنامج عهد به إليها، نبذل كل الجهد، لا ندعي نجاحا كاملا، ولكن مصممين على تنفيذ النجاح بأقصى درجة، نحقق معدلات معقولة من النجاح في هذا الزمن القصير. نطلب من الشعب كله أن يلتف حول هذه الحكومة وأن يساعدها وأن يؤيدها إن شاء الله، معا بمجهود وبمثابرة وبصبر وبأمانة وبإخلاص في العمل هنحقق نتائج جيدة. نرجو من المعارضين أن تكون معارضتهم بناءة، وأن يكون نقدهم بناء، وأن لا يكون لمجرد الهجوم والتكسير وتزييف الحقائق وإلقاء التهم طيب. على الناس بدون دليل. كلمة أخيرة، الرئيس مرسي أخفق بامتياز في برنامج المائة يوم. المعدلات متدنية جدا من الأداء، لقد لا يكون هو منشئها، لكن هو يتصل بنفس أداء الجهاز الإداري للدولة كما كان، باعتبار أنه ورث نظاما قائم على نظرية إحلال الأسوأ. كلما خلى منصب أحل شخصا أسوأ فيتحطم الجهاز الإداري للدولة. هذا قائم الآن. رئيس مرسي يتبنى نظرية الحكومتين، في حكومة في بيت الرئاسة وحكومة في مبنى مجلس الوزراء، ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة جدا. يعني من أول هيئة الاستشارية خاصة ممن يخطرون كإخوان، الحقيقة في وزير خارجية إخواني في صورة عصام الحداد، في وزير استثمار ووزير اقتصاد إخواني، حسن مالك مسؤول لجنة التواصل مع مجتمع رجال الأعمال، في أيضا متحدث اسمه كل هيئة الرئاسة بيت الرئاسة، زي ما كان عائلة مبارك في بيت الرئاسة بتتعامل مع البلد كعزبة، الجماعة بتتعامل مع البلد كغنيمة وبتحكم من الأصل. في أيضا حكومة في الوش اللي أنا شافت
لما يحصل أزمات يهاجموها. وبمناسبة الهجوم، جماعة الإخوان المسلمين تشن هجوما واسعا الآن على حكومة الشام أنديل، اللي هي حكومة التكنخوان اللي السيد الوزير عضو فيها. فهذا الهجوم الكاسح يأتي من كافة الاتجاهات وليس فقط، لكن الحقيقة الأمر يجب أن يعلق الجرس في رقبة القط. أنا ما يهمنيش السيد عبدين بيعمل إيه، أنا يهمني السيد مرسي الذي انتخب من هذا الشعب على أساس وعود معينة. اتصالات الجمهور، عصام من المنيا، اتفضل يا عصام سريعا. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الأستاذ لميس، الأستاذ عبد الحليم، اللواء أحمد عبدين. سريعا بس لو سمحت، تفضل. اللواء أحمد عبدين تحياتي إليه من ساعة ما كان محافظ بني سويف، وحب شعب بني سويف اللي كان سبب في إنه راح كفر الشيخ. أنا عايز ألتقط من الخطاب بتاع السيد الرئيس نقطتين. النقطة الأولانية إن هو كان بيتكلم عن إنه دعا الشعب إنه يشارك، إحنا عايزين نشارك بمقترحات وحلول، مش عارفين إزاي المقترحات والحلول اللي إحنا عايزين نوصلها للرئيس مرسي توصل إزاي للرئيس مرسي، الخبز، القمامة، الطاقة، مشروعات قومية إحنا عايزين نوصلها. النقطة الثانية الفساد، عايزين نبلغ عن فساد، وبلغنا عن فساد وما حصلش فيه. شكرا يا عصام. ناهد، اتفضل يا ناهد. مساء الخير مدام لميس. مساء النور، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك جدا، يعني انا الوقت ما يسمحش ان انا اقول لحضرتك كلام كتير، بس انا عندي موضوع مهم محتاجه ان انا احكيه لحضرتك بخصوص موضوع الامن. ازاي سياده رئيس مرسي يقبل ان جزم ضباط الشرطه تتحط فوق دماغ البني ادمين، فوق دماغهم فعلا، يتحط وشهم في الارض يوم الاربعاء اللي فات، ويتحط وشهم في الارض ويتداس عليها بالجزمه لدرجه ان جزامهم تعلم فوق دماغ الناس والطوب الارض يتعلم في وشهم، عشان خاطر ليهم حق، عشان وقت توسط بيها حد عايز ياخد منهم ارضهم، وهم ناس عايزه غلابه ياخدوا ارضهم منهم. دي حادثه معينه يعني في فين؟ حادثه انا ممكن اسيب رقم تليفوني في الكنترول حضرتك تتكلم. يا ريت. شكرا يا ناهد. مدام سوري مدام لميس. شكرا، اتفضلي بس ارجوكي في 30 ثانيه، التتر نزلت. اوكي انا اسفه مدام لميس، ارجوكي الناس دي مظلومه جدا، من فضلك انا محتاجه ان انت تعملي معاهم حديث صغير. حاضر. لان ما ينفعش توصل ان هم جزامهم يتحطوا فوق دماغ الناس. حاضر. علي من القاهره، اتفضل يا علي. انا بس عايز اقول حاجه تعقيبا على الكلام اللي قاله الاستاذ عبد الحليم قنديل الاخير، ان هو اخوانه الدوله والكلام اللي بيقوله ده، هو المفروض الشعب انتخب الدكتور محمد مرسي وحزب الحريه والعداله عشان انت اللي تحكم ولا عشان هو اللي يحكم؟ دي واحد. اثنين، معلش اسمحي لي لو سمحت يا استاذ، سريعا التتر نزل. هو شايف ان مفيش اي انجازات على الارض، الكلام اللي بيقوله ده كله خليه ينزل الارض وخليه يلف المحافظات بتاعه البلد كلها ويعرف ان في انجازات بتحصل. شكرا يا علي. دكتور سعد عماره، اتفضل يا دكتور. انا عايز يعني اقول للاستاذ عبد الحليم، وان يعني ايه المعارضه ايام مبارك يجب ان تختلف شويه عن المعارضه ايام الدكتور مرسي، حيث ان الدكتور مرسي هو اول رئيس منتخب انتخابا حرا في تاريخ مصر كلها. مش معنى كده ان ما ننقلوش، لا ننقده، ولكن ليس بهذه الطريقه. دي نقطه. النقطه الثانيه، ملف البوتاجاز في ارث كبير جدا في كل الملفات. 30 سنه ما اقدرش ان اقول ان في خلال 100 يوم انا هخلص كل حاجه، هي ان يكون هناك درجه من درجات التحسن، مش ان انا هخلص، لا يمكن عقلا ولا فكرا بهذا الشكل. شكرا يا دكتور، انا بعتذر، وقتي انتهى. بشكركم استاذ عبد الحليم قنديل، بشكرك سياده اللواء عبدين، اشكركم اعزائي المشاهدين، ونتقابل بكره ان شاء الله. وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.